تمام، هسه بدل الديفولت. اليوم محاضرتنا هي الاميون هيمولوتيك انيميا. احنا اخذنا بليج المحاضرات الهيمولوتيك انيميا، واخذنا انترودكشن عنها وكلاسيفيكيشن والميكانيزم، وقلنا اكو عندنا جنرال فيتشرز لازم ندرخها تصير باي هيمولوتيك انيميا، اللي هي يصير عندي سبلينوميجالي، ويصير عندي جوندس، ويصير عندي ريتيكولوسايتوسيس. زين، المحاضرة اليوم حتكون عن الاميون تايب اوف هيمولوتيك انيميا. راح ناخذ الاميون هيمولوتيك انيميا، وراح ناخذ وياها الباروكسيزمال نكتورنال هيموجلوبينيوريا. هذه ما حد ذاكرها حتى بالمديسن، ما ينطوكم اياها ولا بالباثو، بس مجرد ذاكريها كاسم، بس احنا حناخذ منها الاشياء المهمة. عفو، هذا السلايد البارحة كان طاير من المحاضرة، خليته انا بالمحاضرة، وان شاء الله من انزل لكم المحاضرات الكاملة بعد التعديلات بالقناة راح تلقوه موجود. هذا كلش حلو، يلخص لي الموست كومن ان سيكل سيل ديزيز. دي يقول لي الموست كومن كوز اوف ديث بالتشلدرين هو انفكشن، الموست كومن كوز اوف ديث بالادلت هو اكيوت تشيست سيندروم، الموست كومن كوزاتيف اورجانيزم اوف مننجايتس ان تشلدرين اللي عندهم سيكل سيل ديزيز هو ستريبتوكوكاي نيموني، الموست كومن كوزاتيف اورجانيزم اوف بكتيريميا بالتشلدرين اللي عندهم سيكل سيل ديزيز هو ستريبتوكوكاي نيموني، الموست كومن كوزاتيف اورجانيزم اوف اوستيومايلايتس هذا قلناه السالمونيلي، والسكند هو الستاف اوريوس، والموست كومن تايب اوف هيموجلوبين قلنا هو الهيموجلوبين اس. بس هاي مهمه، شنو الموست كومن ريزن تو سيك ميديكال اتنشن؟ البين، يعني اكثر شيء هو البين، يجي المريض يشكي من الالم. هذا حلو، واحد يعني يطلع عليه، ويعني ممكن يعني يجي ام سي كيو، ممكن يجي ككيس، كلش حلو واضح ملخص. هسه احنا راح نعيد الكلاسيفيكيشن مال هيمولوتيك انيميا. قلنا كونجينيتال، والكونجينيتال اخذنا منها الهيموجلوبينوباثي الثلاسيميا والسيكل سيل انيميا. بقى عندي الهيريديتاري سفيروسايتوسيس، اليوم راح ناخذها ان شاء الله بالميت الثاني، والجي 6 بي دي ديفيشنسي. بالنسبه للاكوايرد احنا ما اخذنا ولا وحده من عده، راح ناخذ اليوم الاميون بانواعها الاوتو اميون والالو اميون، والنان اميون راح نحطه ويا محاضرة الجي 6 بي دي، بس راح ناخذ اليوم الباروكسيزمال نكتورنال هيموجلوبين يوريا. فالمحاضرة اليوم حتكون موضوعين. مثل ما نبدي كل محاضرة احنا راح نبدي بكيسات اثنين نحلها بعدين، نحلها سوية او احد الطلاب يطلع انه يحلها. كيسات حلوة وبسيطة، جبتها طبعا من الانترنت، لانه بالامتحانات مو كلش يجيبون كيس مفصلة. زين، كلاسيفيكيشن، انا عندي كلاسيفيكيشن اوف اميون هيمولوتيك انيميا. اهل الباثو مقسمي تقسيم معين، واهل الميديسين مقسمي تقسيم معين. اهل الباثو مقسمي هذا التقسيم انه according to whether the antibody react more strongly with RBC، يعني الانتيبادي احنا من نقول اميون معناها عندنا فشي بالاميونيتي اللي هو انتيبادي. هذا الانتيبادي اهل الباثو قسموه ايش وقت راح يتفاعل ويا الار بي سي، اذا تفاعل على درجه 37 صاحوا له وورم تايب اميون هيمولوتيك انيميا، اذا تفاعل ويا الار بي سي بدرجه 4 صاحوا له كولد تايب. هذا كان تقسيمهم، انه قسموه وورم تايب وكولد تايب، والوورم تايب هم رجعوا قسموه اوتو اميون، والاوتو اميون قسموه ايديوباثيك وسكندري. هاي مهمه تحفظون الكوزس مالتها، كلش مهمة. ولو هسه ما راح نقسم تقسيم أهل المديسين، راح نمشي عليه لأنه تقريبا أسهل من هذا. هذا دا تشوفون الوورم تايب بي أوتو أميون، أوتو أميون بي إيديوباثيك، شوية صعب، فذاك التقسيم شوية أسهل. وبعد شي يتضمن لي وورم تايب، يتضمن لي ألو أميون. الألو أميون هاي راح ناخذها بمحاضرة بلاد ترانسفيوجن، هو هيمولوتيك ترانسفيوجن رياكشن والهيمولوتيك ديزيز أوف نيو بورن، والدراج إنديوس هسه راح ناخذها بالمحاضرة. الكول تايب هم يشمل لي ايديوباثيك وسكندري، وهسه راح نجي على هذه بالتفاصيل، بس اهم شيء تعرفون انه بالباثو هيك جان التقسيم، حتى خاف تفتحوا منظمه الباثو وتشوفون التقسيم مختلف، هو نفسه بس غير لي التايب، يعني الميثود اوف كلاسيفيكيشن. هذا الكلاسيفيكيشن المعتمد اللي راح نمشي عليه احنا بالمحاضره، اللي هو according to whether it is autoimmune لو alloimmune لو drug induced، واشوفه اسهل واوضح من ذاك. ذاك كان تقريبا كل واحد بي سب ديفيجن، فهذا اسهل وحلو واحد يمشي عليه. الاوتوimmune تايب يتضمن لي warm type و cold type، وهاي راح نجي نشرحهم كلهم بالتفاصيل.
هذا حلو حطيت لكم اياه هنا، المفروض احط لكم اياه بال هذا يعني السلايدات الجايه، فمن راح نبدا نشرح راح نرجع عليه لهذا النيمونيك حتى يبقى ببالنا، بس اهم شيء تعرفون شلون نقسم الاميون. هيمولتيك انيميا قسمها اوتو اميون، يعني اوتو اميون يعني فشي اجينست السيلف، اجينست سيلف انتجين يعني الاشياء اللي احنا موجوده داخل جسمنا، في حين الو اميون، الو معناها نان سيلف، فمعناها against the non self يعني فشي خارج الجسم، ودراج اندوس واضحة انه عن طريق الدراج الصيد، بس هاي لازم تحفظون الكلاسيفيكيشن. نيجي كباثوجينيسيس، يعني هاي الاميون هيمولتك انيميا شلون ده تصير؟ عندي ثلاث طرق، يا اما mediated by ال IgG، واحنا قلنا اهم شيء نحفظ بال IgG انه opsonizal، من يقول لي IgG اقول له هذا opsonizal، يعني شنو opsonizal؟ يعني يحط لي علامه على ال RBC حتى الماكروفيجز مالت السبلين تعرفها وتجي تاكلها، فيصير عندي اكسترا فاسكولار هيموليسيس، هاي وحده. الشيء الثاني شنو هو؟ ال IgM، ال IgM mediated، قلنا ال IgM دائما يسويه من كومبلمنت اثنيناتهم بيهم M، فهذا يسوي لي اكتيفيشن للكومبلمنت. من يسوي لي اكتيفيشن للكومبلمنت؟ كنا نعرف السيكونس مال الكومبلمنت اللي هو C2A وC2B وC3B، ما ادري شنو هاي الخلط يعني. اللي يهمني بالكومبلمنت بالمسار كله هو C3B والممبرين اتاك كومبلكس اللي هو الماب، هذا اللي يسوي لي بور داخل اللي يسوي العفو ماك اللي يسوي لي بور داخل الخلية يزرفها ويحطمها، فد يعني كومبلكس يكون الكومبلمنت. هذه الاثنين اللي لازم تعرفوها بمسار الكومبلمنت، يعني الاي جي ام على يا دقري الكومبلمنت اكتيفيشن مالته راح تصير، يا اما يسوي لي اكتيفيشن للسي 3 بي، واذا سوى لي اكتيفيشن للسي 3 بي وتوقف، ها هي راح السي 3 بي هم قلنا يشتغل حاله حال الاي جي جي هم اوبسونايزر، فاذا الاي جي ام سوى لي اكتيفيشن الكومبلمنت لحد السي 3 بي فقط، فراح يروح يتخذ هذا المسار اللي هو اكسترا فاسكولار، لان حيشتغل حاله حال الاي جي جي كاوبشنايزر، بتجي ماكروفاجز مال السبلين تاكله. يا اما شو تسوي لي؟ يسوي لي افيدلي، يعني شنو افيدلي؟ يعني كمل للنهايه لحد السي 5 الى سي 9 اللي هو الممبرين اتاك كومبلكس. اذا سوى لي اوبسونايزر راح يسوي لي اكسترا فاسكولار، في حين اذا كمل الاكتيفيشن للنهايه اللي هو لحد ما يوصل السي 5 الى سي 9 وكون لي هذا الكومبلكس اللي كلنا نتذكره، يسوي لي فت بول يزرف الخليه ويحطمها، هذا راح يسوي لي انترا فاسكولار هيموليسيس مو اكسترا فاسكولار. فعلى يا دجري راح يعتمد الاي جي ام اكتيفيشن للكومبلمنت، هاي تعتمد على الديزيز، اكو ديزيز يوصل للسي 3 بي، اكو ديزيز يوصل للممبرين اتاك كومبلكس، حسب بعد كل ديزيز احنا راح نجي نوضح شنو. زين حكينا الاي جي جي وحكينا السكند ميكانيزم اللي هو اي جي ام، يبقى عندنا الكومبلمنت. الكومبلمنت حكينا على اول طريقه اللي هي عن طريق السي 3 بي من يصير بي اكتيفيشن عن طريق الاي جي ام، او الطريقه الثانيه تكونون اثنيناتهم موجودات، هم الاي جي جي وهم السي 3 بي اثنينات الموجودات، وهاي يعني كل شفتها يعني اغلب شيء بالبلاي ليست نشوفها، يعني حاليا مو كلش نقدر نشوفها، بس انه لازم نحط ببالنا ان اوكي هيجي فد ميثود. وثالث ميثود اللي حكينا عليه انترا فاسكولار، يعني يكون لي ممبرين اتاك كومبلكس يهاجم الار بي سي ويحطمها داخل السيركوليشن. هذه كباثوجينيسيس سهله كلش وواضحه، اي جي جي اوبسونايزر، سي 3 بي اوبسونايزر. من اقول اوبسونايزر يعني انهانس فاجوسايتوسيس، يعني تجي الماكروفاجز مال السبلين تاكله فيصير عندي اكسترا فاسكولار هيموليسيس. اذا اي جي ام من اسمها ام يعني حسوي لي اكتيفيشن للكومبلمنت، يعني بيها مسار يعني يا اما لحد السي 3 بي والسي 3 بي هو اوبسونايزر، يا اما تكون لي الممبرين اتاك كومبلكس. هذا كل القصه. زين هسه رح نبدي باول تايب، قلنا هي اوتو اميون، الو اميون ودراج انديوس. الاوتو اميون رح نبدي بيهم، قبل لا نبدي بالاوتو اميون لازم نعرف شيء مهم اللي هو اكو فشي يصيحوا له اوتو انتي بودي، اللي هي الانتي بوديز الموجوده داخل الجسم اللي تهاجم السيلف سيلز، يعني تهاجم الخلايا مالت الجسم، لان هي ما تعرف انه هذا سيلف. قلنا هاي الاوتو انتي بوديز قلنا همينه ممكن تكون اي جي جي، ممكن تكون IgM. IgM. إذا they fix the complement evidently اللي هي IgM، هذا يسوي لي intravascular hemolysis.
اذا كومبلمنت اكتيفيشن از ويك بوجود الاي جي جي، لان كنا نعرف انه الاي جي جي ما يسوي اكتيفيشن للكومبلمنت مثل الاي جي ام، ويك اكتيفيشن للكومبلمنت. فاذا كان موجود اي جي جي ما راح يسوي لي كومبلمنت اكتيفيشن، راح يسوي لي اوبسونايزيشن، فالاوبسونايزيشن يؤدي الى اكستراسكولار هيموليسيس. يعني يعتمد على التايب اوف يعني تايب اوف انتي بوديز. اذا اي جي جي يسوي لي اكسترا فاسكولار لان يسوي لي اوبسونايزيشن، اذا اي جي ام يسوي لي انترا فاسكولار لان يسوي لي اكتيفيشن للكومبلمنت. وهذا هسه بعدين راح نجي نوضح يعني كل تايب شنو النوع. هسه الوورم انتي اوتو انتي بوديز، احنا مو قلنا الاميون هيموليتيك انيميا تنقسم اوتو اميون والو اميون ودراج انديوس. والاوتو اميون راح تنقسم الى كولد و تايب، العفو كولد تايب وورم تايب. الوورم تايب ب 80% من الكيسز هو يا انتي بودي نلقى بيه، نلقى انتي بودي اي جي جي. زين بعد الكولد تايب شنو؟ الكولد تايب نلقى اي جي ام. هاي حتى نخليها ببالنا. ده يقول لي انه الوورم اوتو اميون هيموليتيك اي جي جي، والكولد شنو؟ اي جي ام. وهذا نرجع على النيمونيك. هسه هنا الوورم او الكولد، يعني حتى نتذكر الوورم تايب ايش بيها والكولد تايب ايش بيها، راح نقول انه الوارم weather is great، والجريت نرسم على الشمس حرف جي. هذا حتى تذكروا شمس يعني وارم وعليها جي. زين بعد شلون نتذكر الكولد؟ نقول cold ice cream is yummy. زين اليامي شلون نتذكرها؟ انه بيها ام والاي جي جي بيها ام. ونقدر نتذكر همينه من هذا الرسم، احنا كنا نعرف الاي جي ام هو بنتامير العام أخذناه أو أول العام بال CLS، إنه هو pentamer يعني ب يعني ب 5 أذرع. فالسنو هاي السمايل مال السنو الموجود بفروزن والموجود هيجي مالت الثلج هم راح يكون هيجي شكلها، فتشبه شكل ال IgM. فلذلك ال IgM همينة موجود بالكولد تايب. تقدرون تحضرون either mnemonic يا ما warm weather is great، أو تحبون الشكل يعني الشمس ونرسم عليها حرف جي. زين هسه حكينا كأوتو أميون قلنا بيها two type، warm type و cold type. بشكل عام الأوتو أميون هيمونيتك أنيميا هي type 2 hypersensitivity reaction. العام واخذ type 1 type 2 type 3 type 4، بس إذا سألوكم شنو نوعها قولوا له type 2 hypersensitivity reaction. وتنقسم نوعين warm و cold. الwarm most common when بالmiddle age female. احنا نعرف اي autoimmune disease، اي autoimmune disease مو شرط الهيمونيتك انيميا، السيستميك لوباس روماتويد ارثرايتس، هذني كلهن يكثرون بالفيميل اكثر، لانه يعني الميل تو فيميل، الفيميل تو ميل ريشيو اعلى بهوايه، ويا فيميل الميدل ايج يعني اللي اعمارهم بالاربعينات يكثر بيهم هذا الوورم تايب autoimmune هيمونيتك انيميا. وقلنا يا نوع انتي بودي راح نلقى، راح نلقى الاي جي جي لان رسمنا الشمس وحطينا عليها حرف الجي. زين على يا درجه بال 37 لان هو وول يعني يحتاج درجه حراره عاليه، يلا يصير عندي اجلوتينيشن للار بي سي. زين هسه نجي نحكي على باثوفيزيولوجي. الباثوفيزيولوجي بس مجرد نعرف يا انتي بودي الداخل هو بالعمليه راح نتذكر ونعرف الباقي. يا انتي بودي هو اي جي جي، اي جي جي يجي يقعد على اليمن على الـ RBC راح يسوي لها opsonization. من سوت لي opsonization شافتها لقفتها الماكروفاجز، لأن الماكروفاجز ذكية شافتها ولقفتها يعني حطمتها وأكلتها، فصار عندي extravascular hemolysis as simple as that. مجرد هو احنا بالديزيز ده تتكون عندنا IgG for unknown etiology، ما حد يعرف يعني شنو السبب. يعتقدون اكو عندي environmental factor, genetic factor, loss of tolerance، بس كلها يعني تبقى autoimmune disease يعني دائما تشغل بال الساينتست. اللي نعرفه انه IgG يقعد على ال RBC سوالها opsonization، لقفتها الماكروفاجز واكلتها مالت السبلين، فصار عندي اكسترا فاسكولار هيموليسيس. يعني التايب اوف هيموليسيس بالوورم تايب هو اكسترا فاسكولار. زين هسه هاي كلاسيفيكيشن، يعني الوورم تايب هم بي كلاسيفيكيشن. يعني الاوتو اميون تنقسم وورم وكولد. الكولد هسه نجيها بعدين. لعد الوورم شنو؟ الوورم يا اما ايديوباثيك يعني ما حد يعرف السبب ليش، يا اما مثل ما هسه قلت لكم يا اما اللي هو most cases هي idiopathic، يا اما secondary ممكن تكون
ويا سي ال ال هاي كلش مهم تحفظوها، ويا النان هوجك الليمفوما. هسه ما راح ناخذ سي ال ال اللي هي كرونيك لينفويد لوكيميا، هذه تايب من تايبات اللوكيميا كلش بها مجال انه يصير عندهم هيموليتك انيميا، فلازم تحفظون انه من الاسباب مال لونج تايب هو الكرونيك لينفويد لوكيميا، هاي مهمه. ممكن السيستمك لوباس هم يصير عندهم، كلنا نعرف انه من يصير عندنا فد اوتو اميون ديزيز وي شود لوك فور اذر اوتو اميون ديزيز. السيستمك لوباس معرضين يصير عندهم وان تايب اوتو انتي بودي. زين بعد شنو؟ ممكن دراج انديوس بنسيلين كوينين كوينيدين الفا ميثيل دوبا، وهاي احنا جزيناها كاتيجوري وحدها انه سميناها دراج انديوس هيموليتك انيميا. من راح نجي يعني بالمحاضره نتقدم راح نشرحها، بس اهم شيء تعرفون انه هذني ممكن يسووا لي وورم تايب اوتو اميون هيموليتيك انيميا، يعني الكوزز واضحه ايديوباثيك وذ ان نون ايتيولوجي سكندري تو ديزيز، يعني عندي ديزيز وصار فوق هذا الشيء، او دراج اندوس يا دراج بنسلين هو انتي بايوتيك، كوينين او كوينيدين هذا انتي اريثميك، والفا اميثيل دوبا هذا عباره عن انتي هايبر تنسيف دراج يستخدمه بالبريجننت وومن، لان البريجننت وومن ما يصير تاخذ ARBs ولا يصير تاخذ انجيوتنسين كونفرتنج انزيم انهبيتر، راح تاخذوها بالكارديو، ما اريد اتوهكم بيها، بس اهم شيء تعرفون انه هذا يستخدموه بالبريجنسي. زين كلينيكال فيتشرز، يعني هسه انا حكيت قلت الورم تايب هي سب تايب من الاوتو اميون هيموليتيك انيميا. زين شلون راح يجيني البيشنت؟ بما انه هو اوتو اميون هيموليتيك انيميا، هيموليتيك يعني عندي ترايد انيميا جوندس سبلينوميجالي، قلنا اي هيموليتيك انيميا؟ انيميا جوندس سبلينوميجالي، ويوجوالي انسيديوس يعني ما يجيني اكيوت، يجيني يعني الهيستوري يجيني مطول، كرونيك يعني مو اكيوت. زين هذه كان يمونك حتى تتذكروها، الوجه اصفر جوندس، سبلينوميجالي هيباتوميجالي وسكليتال تشينجز اللي هي اكسترا بيلر هيماتوبويسيس. اكثر شيء شنو يصير عندي الجوندس والسبلينوميجالي والانيميا، هذا الترايد هذا راح يؤدي لي اذا اشك انه ممكن هذا البيشنت عنده هيموليتيك انيميا، وبعدين بالفايلر انفستيجيشن راح اعرف شنو النوع او شنو التايب مالته. زين قبل لا ندخل بالدايجنوزز لازم اعرفكم على هذا التيست الحلو اللي هو كومز تيست. هذا كومز تيست بنوعين، هو عبارة عن تيست يستخدموه بال يعني بالإميون ديزيزز بنوعين، بي دايركت وبي اندايركت. الدايركت رح نشرح هنا من هاي الصورة أوضح. الدايركت شنو الأيم مالته؟ الأيم مالته إنه تو ديتكت أنتي بوديز باوند تو آر بي سي سيرفيس، يعني الأنتي بودي اللي مكلبة بالآر بي سي، مو اللي دا تطفو بالسيركوليشن، لا اللي مكلبه بالار بي سي. زين انا شلون اسوي؟ اخذ من البيشنت عينه مال ار بي سي، هاي مهمه العينه تحفظوها، لانه من راح نجي ناخذ الاذر تايب راح ناخذ غير عينه. ناخذ من البيشنت ار بي سي، يعني شنو؟ يعني اخذ من عنده دم. زين شو احط له؟ احط له الكومز ريجنت. هذا الكومز ريجنت هو شنو؟ هو عباره عن انتي بوديز اجينست انتي بوديز، او يعني اجينست الاي جي جي، اجينست الام IgM أو against the complement antibody against antibody against the human globulin IgGM أو complement. يعني شنو؟ يعني هاي ال RBC إحنا مو قلنا نستخدمه حتى نشوف ال antibodies that bound to RBC surface، يعني إذا كان عندي antibody هنا اللي هو IgG مثلا، أنا من راح أحط لك كومز ريجنت اللي هو عبارة عن ها أنتي بوديز بس أجينست هذا الموجود على السيركس مال الـ RBC. يعني إذا تلاحظون أنتي بودي أجينست أنتي بوديز، فإذا كان موجود وتفاعل، يعني إذا كان عندي IgG أو إذا كان عندي IgM أو إذا كان عندي كومبلمنت، هذا الأنتي بودي يشتغل عليهن ثلاثة، يعني يصحوا لي الكومز ريجنت. إذا لقاه على السيركس مال الـ RBC راح يصير عندي أجلوتينيشن. كنا نعرف إنه أي يعني RBCs بها antibodies وحط لها antibodies against هذا antibodies راح يصير عندي agglutination، هاي إذا صار عندي agglutination معناها هاي positive result. هذا بشكل مبسط الدايركت اللي هو شنو؟ detect the antibodies that bound to RBC، يعني اللي متشلبة بالRBC. زين
هذا الاندايركت. الاندايركت ديتكت الانتي بوديز ان ذا بلازما، يعني اللي تطفو بالبلازما مو المتشلبه بالار بي سي، وهذا الستيب مالته مختلفه. يعني عندي تو ستيب، هذاك كان عندي 1 ستيب بس، مجرد ار بي سي عليها انتي بوديز واجي اني اضيف لها الكومز الايجنت. هنا أنا عندي تو ستيب، راح اخذ من البيشنت بلازما، هناك اخذنا ار بي سي، هنا ناخذ بلازما. زين، هذه البلازما بما راح اخبطها اجيب اني من عندي فورمد ار بي سي اوف نون انتيجينيسيتي، يعني ار بي سي بيها انتيجين معروف اني اعرفه، اي تايب اوف انتيجين، يعني ار بي سي معلوم الانتيجين مالتها نون انتيجينيسيتي، هاي فورمد اني اضيفها، اضيفها للبيشنت بلازما. من راح اضيفها للبيشنت بلازما، هاي الانتي بوديز الموجوده هنا بالسيرم راح شنو؟ راح تشلب بهذا الانتيجين. شو تكون لي؟ تكون لي الانتيجين انتي بودي كومبلكس. هاي اول ستيب، اول ستيب انه اكون الانتيجين انتي بودي كومبلكس عن طريق انه اضيف البيشنت بلازما اللي يحتوي على الانتي بوديز الى ار بي سي اوف نون انتيجينيسيتي، يعني فالار بي سي اني اعرف الانتيجين مالتها، بس هذا الانتي بودي هو اللي اني ما اعرفه. زين، كون لي الانتيجين انتي بودي كومبلكس، هم راح ارجع نفس الخطوه ذيك اضيف كومز ريجنت اللي هو عباره عن انتي بوديز اجينست انتي بوديز. فمن راح اضيفه تلاحظون بهذا الشكل، اذا كان يعني اذا صار بوزيتيف، يعني كان موجود اني عندي انتي بوديز ومهاجمه الار بي سي اوف نون انتيجينيسيتي، فراح يصير عندي اجلوتينيشن. تلاحظون انه هذا الانتي بوديز الازرق اللي هو الاخضر اللي هو كومز ريجنت تشلب لي بالانتيجين الانتي بودي العفو الازرق اللي هو جاي من البيشنت بلازما. وكل هذا يعني ليش حطيت ار بي سي؟ لان انا ما اقدر احط كومز ريجنت للبيشنت بلازما، يعني اذا تكونت لي بس هيش الصوره بس انتي يعني مال كومز مشلب لي بمال البيشنت، انا ايش راح استفاد؟ شو راح اعرف هذا صار بوزيتيف لو لا؟ فحطيت الار بي سي كمدلل، كيعني فتشي حتى اعرف شلون راح يصير بوزيتيف. من راح يصير بيها اجلوتينيشن راح اعرف انه هذا صار بوزيتيف، يعني كدلاله كعلامه حتى اعرف صار بوزيتيف لو لا. وهاي همينه فد صوره لخه بس ذاك اوضح الصراحه، يعني المهم تعرفون انه بي ستيجات اثنين. هذا من دفتري طبعا، سويت لكم فد مقارنه بين الدايركت وبين الاندايركت. نجي كمقارنه، اول مقارنه نقطه مقارنه قلنا الديتكت انتي بودي او كومبلمنت اون ذا سيرفيس اوف ار بي سي، يعني باوند الها باوند للار بي سي. هذا ديتكت انتي بودي فري ان ذا سيرم، حاطط لكم جواها خط، يعني فري تطفو بالسيرم او بالبلازما. ثاني شيء كان نوت ديتكت كومبلمنت، ليش؟ لانه الكومبلمنت يحتاج يرتبط بالسيل سيرفيس حتى يصير بي اكتيفيشن، هاي معلومه كنا نعرفها انه الكومبلمنت ما يصير بي اكتيفيشن الا اذا ارتبط بالسيل سيرفيس. فالاندايركت ما يقدر يسوي لي ديتكشن للكومبلمنت، فقط للانتي بودي. هنا انا كاتبت لكم ديتكت انتي بودي او كومبلمنت، هاي كاتبت لكم بس ديتكت انتي بودي، هاي وحده. هاي ما سنسيتايزيشن هاز اوكر ان فيفو ان فيترو، هاي بعدين من ناخذ البلود ترانسفيوجن راح نوضح شنو هي، بس اهم شيء تعرفوا انه هذا ديتكت انتي بودي او كومبلمنت ذات باوند تو ار بي سي. الستيب قلنا هذا 1 ستيب بس، نضيف البيشنت ار بي سي للكومز ايجنت واللي هو عباره عن انتي هيومن جلوبيولين، يعني انتي اي جي جي ام او انتي اي جي جي. مجرد ضفنا ار بي سي حطينا لها كومز ايجنت اللي هو انتي بودي اجينست انتي بودي، فاذا كان عندي انتي بودي اني على السيرفس مال الار بي سي راح يتفاعل وياه ويسوي لي اجلوتينيشن. اجلوتينيشن معناها بوزيتيف ريزلت كل الاحوال. هذاك تو ستيب قلنا، اول شيء نضيف البيشنت بلازما للار بي سي وذ نون انتيجين، اني محضرتها بالمختبر ار بي سي نون انتيجين حتى يشلب بيها. بعدين يلا اضيف الكومز ريجنت لهذا اللي تكون لي الانتيجين انتي بودي كومبلكس حتى يصير عندي اجلوتينيشن حتى اعرف هذا بوزيتيف اور نوت، يعني دايركت ديتكت الانتي بودي اور كومبلمنت اون ذا سيرفيس، هذاك لا فري ان ذا سيرم. والدايركت الستيب مالته 1 ستيب، هذاك 2 ستيب. زين، ثالث شيء اليوزز. اليوزز مهمه. الدايركت استخدمها بالاوتو اميون هيموليتيك انيميا اللي هو الورم والكول تايب، واستخدمها بالدراج انديوس هيموليسيز، واستخدمها بالالو اميون هيموليسيز اللي هو هيموليتيك ترانسفيوجن رياكشن او الهيموليتيك ديزيز اوف نيو بورن.
هذه الالو اميون هيموليسيس نشرحها من نشرح البلاد ترانسفيوجن، ما نشرحها حاليا. اهم شيء تعرفون انه يستخدم بالاوتو اميون وبالدراج انديوس. هذاك وين يستخدموه؟ يستخدموه بري ترانسفيوجن تيست، يعني بالكروس ماتشنج. كلنا لما نروح نريد نتبرع بالدم ويريدون يضيفوا البيشنت لازم يسووا له كروس ماتشنج. شنو التيست اللي يستخدموه بالكروس ماتشنج؟ هو هذا اللي هو اندايركت كوم تيست. وممكن يستخدموه بالبري نيتال انتي بودي سكرينينج، يعني هاي الامايه اللي يعني مال يعني تكون هي نيجاتيف والطفل بوزيتيف، حتى نعرف انه راح يصير يعني يصير عندها chance of abortion لو لا. المهم يستخدموا بالكروس ماتشنج ويستخدموا بالبري نيتال انتي بودي سكرينينج. ممكن يستخدموه حتى نعرف الانتي بودي تايتل تو فولو اب ان انكريز ان انتي بودي ان بريجننت وومن. يعني شنو؟ يعني بريجننت وومن عندها اي جي جي تكونت عند المراه اي جي جي من الطفل اللي هو بوزيتيف، فممكن استخدمه حتى اعرف الانتي بودي تايتل، يعني حتى اعرف ايش قد نسبه الانتي بودي اللي تكونت، ده تزداد ده تنقص. وهاي مو مهمه هسه تحفظوها لان بعدين عندنا بالبلد ترانسفيوجن محاضره كامله عليها، بس اهم شيء تعرفون انه يستخدم بري ترانسفيوجن وبري نيتال. تحفظوها هيك بري بري. زين اكو عندي نوت الدايركت يعني الدايركت كوم تيست هذا may be negative in fast hemolysis، يعني ممكن يعطيني false negative. شو وقت إذا كان عندي fast hemolysis يعني الـ RBC ده تتكسر بساعة ولقوا إنه 10% of warm autoimmune hemolytic anemia are Coombs negative، يعني هاي بس حتى تحطون ببالكم إنه ممكن يعطي false negative results. شو وقت إذا كان عندي fast hemolysis وإذا كان عندي warm autoimmune hemolytic anemia. هاي كله فهمتكم الكونسبت مال الدايركت انتي جلوبيولين تيست اللي هو كومز تيست، يصيحوا له حتى نفهم الدايجنوزيس. زين حكينا على الدايركت والاندايركت، قلنا الدايركت هيجي والاندايركت هيجي. اللي مهم هسه بهاي المحاضره هو الدايركت، ليش؟ لان هو يستخدموه بالاوتو اميون. زين هسه قلنا الكلينيكال فيتشرز مال الوونج تايب اوتو اميون هيموليتيك انيميا هي الجنرال كلينيكال فيتشرز مال اللي هي هيموليتيك انيميا اللي هي انيميا وجوندس وسبلينو ميجالي. يجي البيشنت يشكو من هاي السوالف، اسوي له سي بي سي، راح شو اشوف؟ راح اشوف الهيموجلوبين والبي سي في يعني لو، يعني شنو؟ يعني انيميا. الام سي في والام سي اتش حقيقه اكو يقولون هي نورمال، يعني نورمال كرومك نورمال سيتيك. اكو مصادر اخرى تقول انه ما دام انا عندي ريتيكيولوسايت يزداد عندي الام سي في، لان الريتيكيولوسايت اكبر من الار بي سي فيصير عندي الام سي في هاي، بس حقيقه ما حد راح يسالكم عنها. احنا كلنا نعرف انه ام سي في وام سي اتش هي نورمال، بس هسه جت هاي مصادر جديده تقول الريتيكيولوسايت ما دام انا الريتيكيولوسايتوسيس عندي الام سي في راح تزداد لانه حجم الار بي سي راح يكبر. بس بشكل عام انتم حفظوا انه لو هيموغلوبين ويصير عندي ريتيكولوسايتوسيس، مو كلش راح يدققون عن ام سي في والام سي اتش. زين بالبلاد فورم انا ايش راح اشوف؟ راح اشوف سفيروسايتوسيس. يعني شنو سفيروسايتوسيس؟ يعني الخليه مكان ما هي باي كونكيف راح تصير مثل الطوبه، سفيروسايت طوبه هيك كوره. زين شنو هاي الكوره؟ عباره عن ار بي سي ذات لوزز ات سنترال بالاز، يعني مكان ما هي هيجي احنا مو قلنا هاي باي كونكيف، اذا صارت طوبه loses its central polar صارت مثل الطوبه ما بيها central polar، هاي سحولها spherocyte. زين وهاي not diagnostic شباب، not diagnostic. قلنا الهايبر سيجمنتد نيوتروفيل هاي diagnostic للميغالوبلاستيك، هذا not diagnostic لان ممكن spherocytosis نشوفها ب other type، هسه رح نجي نحكي بالمحاضره الجايه. بايوكيميكال كلنا نعرف بما انه هي هيموليتيك يعني ال LDH راح يزداد، شرحنا شلون، والبيليروبين الاندايركت همينه راح يزداد. زين اجي على الدايركت هذا الكومز تيست اللي هو دايركت انتي جلوبيولين تيست، هذا راح يكون بوزيتيف ات 37 درجه. يعني شنو بوزيتيف ات 37 درجه؟ يعني من اجي اسوي على الار بي سي بدرجه حراره 37 درجه راح ينطيني بوزيتيف، ولذلك هذا الفرق بين الوارم والكولد، انه الوارم يصير عندي اجلوتينيشن بدرجه حراره 37 درجه سيليزيه. زين بعد شنو حتى اسوي دايجنوزيس؟ لازم اكسكلود ديلي هايبر هيموليتيك ترانسفيوجن رياكشن، وهذا ناخذه بالبلد ترانسفيوجن. هذا فد رياكشن يصير
ديلايد يعني متأخر عن الترانسفيوجن. من الواحد ياخذ ترانسفيوجن تقريبا من اسبوع الى 10 ايام راح يصير عنده هيموليسيز، فهذا لازم اميزه عن الرونج تايب اوتو اميون هيموليتيك انيميا بالدايجنوزز، وبعدين نشرح الميكانيزم من ناخذ البلد ترانسفيوجن. بس اهم شيء تحطون ببالكم انه لازم نستثني من نسوي دايجنوزز. زين، هاي هي السفيروسايت، بتلاحظون شلون مثل الطوبه و فاقد السنترال بالل بالتها، بتلاحظون هاي هنا هذا السفيروسايت ما بيها سنترال بالل، عباره عن طوبه، طوبه غامقه، هو هذا بتصير بالاوتو اميون هيموليتيك انيميا. كلش واضحه بال يعني بالامتحان، بس هاي ما دايجنوستيك، يعني مو سبيسيفيك، مو من اشوفها اقول هذا اوتو اميون هيموليتيك انيميا، لا، لان بالمحاضره الجايه راح نعرف ليش. زين، هسه انا دقنست للبيشنت، دقنست شلون؟ عن طريق الدايركت انتي جلوبيولين تيست، ما دام سوالي بوزيتيف على 37 درجه فهذا احلف عليه انه هذا وورم تايب اوتو اميون هيموليتيك انيميا. وهم يعني الهيستوري والهاي كلها تفيد، يعني قلنا احنا الابروش للبيشنت لازم يكون متكامل من جميع الجهات. هسه انا عرفت هذا وورم اوتو اميون هيموليتيك انيميا، شو اسوي له؟ تريد ذا اندرلاين كوز، يعني اذا كان ياخذ دراج اوخر الدراج، اذا كان هو عنده سي ال ال احاول اعالج السي ال ال وهكذا. زين، بعد شنطي انطي كورتيكوستيرويد، كنا نعرف الكورتيكوستيرويد هو انتي انفلاماتوري وتشتغل كانتي فاجوسايتوسيس، يعني تمنع الماكروفاجز من انه تاكل لي الار بي سي. زين، من الكورتيكوستيرويد شنو عندي؟ عندي بريدنيزولون، هذا في التايب من انواع الكورتيكوستيرويد، ينطوه اورالي، يحسبوا له الدوز 1 ملي جرام بير كي جي، يعني كل كي جي من الجسم ينطوا له 1 ملي جرام. ليش وقت اظل اسوي له يعني اظل انطي للبيشنت؟ انطي ريسبونس لحد ما اشوفه بدا يتحسن. زين، بعدين شو اسوي له؟ كنا نعرف الكورتيكوستيرويد ما يصير اسوي لها تابرينج، يعني ما يصير اوقفها اكيوتلي، يعني ما يصير اوقفها بين يوم وليله، لازم اوقفها اوفر 2 تو 3 مانث، لانه ممكن يسوي لي ادرينال كرايسيس اللي هاي حتاخذوها بالاندو. بس اهم شيء تعرفون انه لازم اوقفها بفتره طويله، يعني ابدي شويه شويه اقلل الدوز ما اقطعها راسا. زين، ثاني شيء شنو اقدر اسوي؟ بما انه هو اكسترا فاسكولار هيموليسيز، والهيموليسيز دا يصير بالماكروفاجز مال السبلين، مال السبلين، فلازم اسوي له، يعني مو لازم، اقدر اسوي له سبلينكتومي. ليش شو وقت اسوي له سبلينكتومي؟ فور ريلابس، يعني اذا اعطيتهم انا كورتيكوستيرويد وما تحسنوا وصار عندهم ريلابس، او اذا كانوا اصلا كورتيكوستيرويد ريزيستنت، يعني اصلا ما سووا ريسبونس، يا اما سووا ريسبونس وبعدين صار عندهم ريلابس انتكسوا، يا اما اصلا من البدايه هم ريزيستنت، يعني ما يشتغل عليهم كورتيكوستيرويد، ما سووا لي اي ريسبونس بالبدايه. زين، ثاني شيء اقدر انطيه اللي هو اميونو سبريسيف، مثل شنو؟ مثل الازافيو برين، هذا عباره عن اميونو سبريسيف دراج، همينه اقدر انطيه بس اقوى طبعا من الكورتيكوستيرويد لان هذا اميونو سبريسر. انطيه لازم بشون يعني انطيه لازم بحذر، ليش؟ لانه تعرفون اميونو سبريسر يعني جدا تنقص المناعه مال الجسم وممكن يكون مور سسبتبل تو انفكشن، فلازم انطيه فقط اذا انا سويت لهم سبلينكتومي ولا السبلينكتومي صار عندهم ريلابس، يعني حتى السبلينكتومي ما فادهم، انطيهم ازافيوبرين، يعني ابديهم كورتيكوستيرويد ما فاد، سبلينكتومي ما فاد، ازافيوبرين. ممكن انطي بلد ترانسفيوجن بس لازم انطي انكوجن، ليش؟ لانه اني اصلا عندي اوتو انتي بوديز، ونوب انطي بلد ترانسفيوجن ممكن حتى هذا البلد اللي انطيهم اياه يتحلل، فانطي انكوجن، فلذلك احنا ما حطيناه اون توب اوف ذا ليست. بما انه هو هيموليتيك انيميا، قلنا اي هيموليتيك انيميا لا تفكرون، بس كتبوا فوليك اسيد، حتى لو تنسون هاي كلها كتبوا فوليك اسيد راح ينطوكم درجه، لان يصير عندي رابط سيارتين اوفر. زين، هذا كل ما يخص الورم تايب اللي هو قلنا ممكن يكون ايديوباثيك، ممكن سكندري، ممكن دراج انديوس، وقلنا الاجلوتينيشن ده يصير على 37 وقسمنا الشمس وحطينا بيها حرف الجي حتى نتذكرها. هسه نجي على الاذر تايب اوف اميون هيموليتيك انيميا اللي هو كولد تايب. من اقول كولد تايب يعني الاجلوتينيشن دي يصير على درجه حراره اقل اللي هي 4. زين، شنو نوع الانتي بودي الموجوده بي؟ اي جي ام، الكولد بي اي جي ام، الوان بي اي جي جي، بي اي جي ام. قلنا الاي جي ام يسوي لي انترا فاسكولار هيموليسيس، ليش؟ لانه يسوي لي اكتيفيشن للكومبلمنت ايفيدلي. زين، هاي
هاي مو كلش يعني واحد مهم انه يعرفها، انه اذا كان مونوكلونال كولد ديزيز، اذا بولي كلونال اكيوت ديزيز. بس انتم حفظوا مونوكلونال يعني شنو؟ يعني انتي بودي سبيسيفيك تو وان ابيتوب. يعني شنو ابيتوب؟ يعني الابيتوب هو مكان موجود عليه فد خليه معينه عندها انتيجينات، او فد انتيجين معين عنده ابيتوب. هاي ابيتوب، هاي بالاحمر. من اقول مونوكلونال يعني انتي بدي يشتغل، او خلينا نغير الابيتوب، مثلا هذا ابيتوب احمر، هذا ابيتوب هذا ابيتوب مثلا غير لون بنفسجي. اني هذا المونوكلونال اذا هو بنفسجي يجي يشتغل فقط على هذا البنفسجي الابيتوب. اذا كان بوليكلونال لا، يشتغل على البنفسجي ويشتغل على الاخضر نون سبيسيفيك. المونوكلونال هو سبيسيفيك تو ا سينجل ابيتوب، والابيتوب هو مكان ارتباط الانتي بودي ويا الانتيجين. هاي بشكل مبسط يعني، وما حد حيسالكم عليها لانه مو كلش يدخلون بديتيلز. زين، كول تايب كلاسيفيكيشن شنو عندي؟ هم انا حقسمها ايديوباثيك وسكندري. الايديوباثيك وذ انون ايتيولوجي، من اسمه ايديوباثيك يعني ما حد يعرف سببه شنو، يصيحوا له كولد اجلوتينين ديزيز. هذا اسمه كولد اجلوتينين ديزيز. يعني اذا قلت لكم واحد شنو كولد اجلوتينين ديزيز، هو عباره عن كولد تايب اوتو اميون هيموليتيك انيميا اللي يصير ايديوباثيك وذ اوت ايتيولوجي. وممكن شنو عندي؟ ممكن سكندري. هسه نلاحظ انه سكندري اللي هو سي ال ال والنون هوجكن لنفوما، هذني هم صار بيهن وان تايب. معناها شنو؟ معناها بالسي ال ال ممكن يصير عندي وان تايب وممكن يصير عندي كولد تايب. ممكن في الانفكشن يعني مايكوبلازما نيمونيا او بشتين بال فايروس، هاي يعني مو كلش تجي كلينيكال. اهم شيء انه الايديوباثيك والسي ال ال واللنفوما، هاي انه تحفظوها. زين، هسه نجي كباثوفيزيولوجي. نفس ما شرحنا ذاك، قلنا هو اكسترا فاسكولار هيموليسيس، يعني عندي اي جي جي دي يقعد لي على الار بي سي، في دي يصير عندي فاجوسايتوسيس. وين؟ بالسبلين، فيصير عندي اكسترا فاسكولار هيموليسيس. هنا عندي اي جي ام، ايذر المونوكلونال او البوليكلونال، هاي بعد هو وهو وغبي. زين، الاي جي ام شنو هذا؟ راح يتصل بيه من؟ يتصل بالار بي سي. زين، من يتصل بالار بي سي، شو وقت يتصل بالار بي سي؟ بس اذا كانت التمبريتشر اقل من 37. قلنا احنا الاجلوتينيشن يصير فقط بدرجه حراره ناصيه اللي هي اقل من 37. زين، هذا الفيجر من اتصل انا عندي بالاي جي ام، يعني العفو شباب، هاي طلع من الميت، النت شوية مو زين. هسه حنكمل.
صوتي واضح يمكم لو راح بالأخير من راح النت، إذا أحد ممكن يعني يقول لي حتى أعرف بالريكورد راح يطلع لو لا. هو الصوت بالنهاية راح، بس منين يعني ما وين قطع؟ من تشرحين بالكولد اجلوتينيشن والاي جي ام والدرجة يعني بالباث، الحرارة؟ هذه اي بالضبط بالباثوجينيسيس. بالباثوجين. اي بالضبط، يعني هنا انا من خلصت اول سطر تقريبا، وصلت لل تمام اوكي. تمام شكرا جزيلا حمزة. زين هسه انا عندي باثوفيزيولوجي مال كولد تايب اوف اوتو اميون هيموليتيك انيميا. اول شيء باثوفيزيولوجي ما نوضحها، احنا قلنا كل شيء نوضحه بالصور ينفهم اكثر. بما انه هو كولد تايب يعني الاجلوتينيشن ده يصير على درجه حراره قليله يعني اقل من 37 درجه سيليزيه، يعني من الجسم يتعرض الى بروده يبرد يقل درجه حراره عن 37 راح يجي هذا الاي جي ام اللي هو موجود بالسيركوليشن شو راح يسوي لي؟ يتشلب بالار بي سي. من شلب لي بالار بي سي راح يسوي لي اكتيفيشن للكومبلمنت، يعني شنو؟ يعني حيكون لي الممبرين اتاك كومبلكس. من كون لي الممبرين اتاك كومبلكس معناها صار عندي انترا فاسكولار هيموليسيس. هذه كل القصه، القصه انه بالوونج تايب عندي اي جي جي لذلك يصير عندي اكسترا فاسكولار. الكولد تايب لا، الكولد تايب عندي اي جي ام، الاي جي ام يسوي اكتيفيشن للكومبلمنت، ومن يصير عندي اكتيفيشن للكومبلمنت طبعا هاي بس بدرجه حراره اقل من 37، يعني تحتاج هذا شرط انه درجه الحراره تكون اقل من 37 حتى الاي جي ام يقدر يتشلب بيها. زين هسه احنا حكينا قلنا هذا يصير بي انترا فاسكولار هيموليسيس، ذاك يصير بي اكسترا فاسكولار هيموليسيس. راح نجي نحكي على هذا الكولد اجلوتينين ديزيز اللي هو قلنا من واحد يسالكم شنو كولد اجلوتينين ديزيز؟ هو عباره عن كولد تايب اوتو اميون هيموليتيك انيميا ولكن يحصل ايديوباثيك، يعني يحصل بدون سبب. اكثر شيء يكثر بالالدرلي شوف عندهم painful blue fingers. هسه هذا الرجال ايديناته زلقة يشرحوا لها الأكل. دكتورة صادق يا روح، سوري شباب طبعا راح الانترنت، يعني تجربة جدا فاشلة الساعة 11 الصبح. هسه حنغير الوقت همينة وللصبح نظل نغير بالوقت. المهم
نرجع للكولد اجلوتينين ديزيز، بس نشوفه زين وينه. هذا كولد اجلوتينين ديزيز قلنا يصيب الالدرلي، شنو السبب مالته او يعني شنو الفشي اللي ممكن كو اكزيست وياه؟ ممكن هذول الالدرلي يصير عندهم لو جريد بي سيل لمفوما، يعني يجيني البيشنت عنده لمفوما همينه لمفوما وصاير عنده هذا الديزيز. زين قلنا بما انه هو كولد معناه يصير عندي انترافاسكولار هيموليسيس، هذا الانترافاسكولار هيموليسيس يصير فقط اذا تعرض الجسم الى درجه حراره ناصيه، وراح يكون بينفول، وراح يكون عندهم بينفول بلو فينجرز. البينفول بلو فينجرز يصيحوا له اكروسيانوسيس، يعني الفينجرز راح تصير زرقاء ومؤلمه، لذلك هذا العمو الحجي عنده بلو اند بينفول فينجرز، ايده تقوم توجعه ويحسها زرقاء. زين هاي بس دي يقول لي انه الاجلوتينيشن يصير فقط بالكولد اكسبوست اريا. احنا قلنا الاي جي ام حتى يتشلب بالار بي سي يحتاج الى درجه حراره اقل من 37 درجه، وهذا وضحناه. زين ككلينيكال فيتشرز بكل الاحوال اذا كان كولد اجلوتينين او سكندري ايش راح يجي؟ يجيني انيميا. الانيميا ممكن مايلد، ممكن مودريت، ممكن سيفير. وبما انه انيميا اكيد راح يصير عندهم فتيغ، بالال، ديسنيا، بول فيدينغ، هاي الجنرال فيتشرز مال الانيميا اللي اخذناها باول محاضره. ثاني شيء والمهم اللي هو اكروسيانوسيس، هذا مهم شباب. يعني شنو اكروسيانوسيس؟ يعني من البيشنت يتعرض الى كولد اكسبوجر اصابعه راح تصير بينفول وبلو، يعني تصير زرقاء وتاذي. زين ممكن يصير عندهم جوينت بين، فاسكولايت كراش، ممكن يصير عندهم severe type acute hemolytic crisis and rhinoid type phenomena. rhinoid type phenomena هذول اللي يصير ايديناتهم زرقاء بالبرد، وبعدين راح تاخذوه بالتفاصيل، بتاخذون سيرجري وبتاخذون كارديو. زين بس اهم شيء تحفظون انه يصير عندهم اكروسيانوسيس وانيميا اول اثنين. غير اللي يصير عندهم سبلينوميجالي، لانه التايب اوف هيموليسيس هو انترافاسكولار مو اكسترافاسكولار، فيعني مو كلش يصير عندهم سبلينوميجالي لانه الار بي سي تتكسر بالسيركوليشن. زين ممكن يصير عندهم ريسبيراتوري سيمتومز اذا كان البيشنت مصاب بالمايكوبلازما نيموني. قلنا احنا من اسباب الكولد اجلوتينين يعني كولد تايب اوتو اميون هيموليتيك انيميا هو الانفكشن. انفكشن بيا اورجانيزم قلنا ابشتين بار ومايكوبلازما، فممكن المايكوبلازما نيموني تسوي لي نيمونيا، فممكن يصير عندهم ريسبيراتوري سيمتومز. زين ممكن يصير عندهم هيموغلوبينوريا اذا كان عندهم، اذا خصوصا بذول اللي عندهم باركسيزمال نكتشورنال هيموغلوبينوريا، يعني هاي اول وتالي هم حيصير عندهم هيموغلوبينوريا لانه التايب اوف هيموليسيس هو انترا فاسكولار. زين ممكن يجون عندهم هيستوري اوف ويت لوس هاي اند ادينوباثي، هاي اذا كان عندهم، اذا كان السبب مالته هو كانسر اكيد يجون ويت لوس وادينوباثي، يعني بس للمعلومه يعني حتى تعرفون انه السي ال ال ما يسوي لي بس وونج تايب، يسوي لي كولد تايب همينه. زين هذه الشكل ده تلاحظون الايد شلون تيجي، والهاي الار بي سي يصير بيها اجلوتينيشن، تلاحظون شلون متجمعه هاي بالبلاد فورم نشوفها. هسه حنجي على الدايجنوزز. زين هسه انا جاني بيشنت عنده اكروسيانوسيس من يتعرض للبرد وعنده انيميا، شد الزيت ادز سي بي سي اكيد راح القى الانيميا اللي هي اغلب شيء يكون مايلد اللي هو هيموغلوبين مالتها لو. بما انه هي هيموليتيك انيميا قلنا يصير عندهم ريتيكولوسايتوسيس. زين لعد بالبلاد فورم شو اشوف؟ اشوف الار بي سي اجلوتينيشن اللي هو هذا اللي حكينا عنه، وممكن اشوف سفيروسايتوسيس اللي حكينا عنها، قلنا ار بي سي ذات لوزز السنترال فالر اللي نشوفها بالوارم تايب بس راح تكون ليس ماركت، يعني مو مثل ذاك اوضح. زين اكو عده فتيست يسمحوا له كولد اجلوتينين تيست، العام اخذتوه بالمايكروبيولوجي فتيست، يعني حتى ما اتذكر تفاصيل الصراحه. المهم هذا راح يكون بوزيتيف شوكت بس بدرجه حراره 4 درجه سيليزيه، وهمين هذا الكولد اجلوتينين تيست يستخدموه واحد من التحاليل مال مايكوبلازما نيموني اللي اتذكره، يعني كانوا يسوون لها كولد اجلوتينين تيست حتى يشوفوها. هذا التيست شوكت يكون بوزيتيف درجه حراره 4 درجه سيليزيه.
المهم عندي شنو؟ المهم انه الدايركت انتي جلوبولين تيست راح يكون بوزيتيف فور كومبلمنت ات اني تمبريتشر، لانه هذاك الرونج تايب اوتو اميون هيموليتيك انيميا ما راح يصير عندي كومبلمنت بي، راح يصير عندي بس اي جي جي، في حين هذا راح يصير عندي كومبلمنت. فات اني تمبريتشر اذا القاه بوزيتيف للكومبلمنت راح اعرف انه هذا كوك تايب، لان ذاك ما يكون عندي بي كومبلمنت. زين، ممكن بما انه هو انترافاسكولار هيموليسيس قلنا احنا بيميز الانترافاسكولار عن الاكسترافاسكولار هو الهيموجلوبين يوريا والهيموسيدرين يوريا، يعني اذا لقيت باليورين هيموجلوبين او هيموسيدرين راح اتوقع انه هذا اللي يصير عند البيشنت انترافاسكولار هيموليسيس، ومن خلال الهيستوري والفيزيكال اكزامينيشن راح اعرف باقي الديتيلز. هذا البلاد فول مال كول تايب اوتوميون هيموليتيك انيميا، اذا تلاحظون الار بي سي شلون صايره كلامبنج يعني متجمعه، هاي 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 يعني تتجمع ده يصير بيها اجلوتينيشن. هذا كلش دايجنوستيك اذا اشوفه بالبلاد فورم. جيبوا لكم هذا بلاد فورم شو يقول لكم وات از ذا دايجنوسيس، تقولوا لهم كول تايب اوتو اميون هيموليتيك انيميا، لان ده نشوف عندنا ار بي سي اجلوتينيشن. زين، هسه انا دايجنستي وعرفت هذا كول تايب، شلون اسوي له مانجمنت؟ اي مانجمنت احنا ايش قلنا؟ نعالج الاندرلاين كوز دائما نحطها بالبدايه. زين، شو اضيف له؟ اضيف له فوليك اسيد، لان قلنا هيموليتيك انيميا لازم نعطيهم فوليك اسيد يصير عندهم رابط سيل تيرن اوفر. زين، شو اسوي؟ البيشنت بما انه هو الاجلوتينيشن دا يصير بس في فقط بدرجه حراره اقل من 37، فاظل احاول اخلي البيشنت وارم يعني حتى ما تهاجم الاي جي ام الار بي سي. زين، كورتيكوستيرويد الون ماي نوت بي روتينلي يوزفول، ليش؟ لان قلنا الكورتيكوستيرويد يسوي لي انهبيشن الفاجوسايتوسيس مينلي، هنا انا ما يصير عندي فاجوسايتوسيس لان التايب مال الانيميا انترافاسكولار هيموليسيس انيميا يعني مو اكسترافاسكولار، فهو كلش ممكن يفيدني. بلازما افاريسيس هاي بعدين نجي عليها من نحكي البلاد ترانسفيوجن، لا تدوخون بيها هسه. زين، ممكن استخدم اميونو سبريشن، ليش؟ حتى اقلل البرودكشن اوف الانتي بودي اللي تتكون، او حتى يعني اسوي اقلل الابنورمال لينفوسايت. هاي مو مهم تعرفوها، بس اهم شيء تعرفون انه ممكن يستخدمون بوتنت اميونو سابريشن، ليش؟ حتى يقللون البرودكشن. احنا من نقول اميونو سابريشن يعني دا يقل عندي البرودكشن مال الانتي بوديز، دا يصير عندي سابريشن للاميون سيستم، فما يصير عندي برودكشن للانتي بوديز. زين، اكو فد كيس ستاديز سووها شافوا انه ممكن يستفادون من التريتمنت ويز ريتوكزيماب اور كومبلمنت انهبيتر اللي هو الاكلوزوماب. هاي فد همين فد تريتمنت يستخدموه مثل الاميونو سبريشن، بس شنو اتذكر العام اخذتوها بمحاضره الاميون موديوليتري مال الروماتويد ارثرايتس وجماعتهم، كان اكو فد علاج اسمه ريتوكزيماب واكلوزوماب. هذا الاكلوزوماب يسوي لي انهبيشن للكومبلمنت، وهذا كلش مهم لاناني هذه بالكول تايب يصير عندي كومبلمنت اكتيفيشن هوايه، فاذا انا سويت انهبيشن لهذا الكومبلمنت اكتيفيشن راح كلش احصل نتيجه. زين، الار بي سي ترانسفيوجن ما نقدر بما انه هو اوتو اميون ديزيز، فاني ما اقدر انطي فوريان انتيجين اذا هو سيلف انتيجين دي يسوي لها رياكشن، فما بالك بالفوريان، لذلك انطي بس اذا كان عندي سيفير اكيو ديزيز، اذا كلش اضطريت اكثر انطي هي. زين، بما انه هو من الكوزز مالته مالجنسي قلنا سي ال ال او الهوتشكن لمفوما، فطبعا لازم اعالج الاندرلاين كوز اللي هو سي ال ال او الهوتشكن لمفوما. زين، هسه بريفينشن انا عالجت تريتمنت قلنا كيب ذا بيشنت وورم، فوليك اسيد، ريتوكزيماب وهاي السوالف. اهم شيء هو شنو بريفينشن؟ افويد كولد اكسبوجر، اقول له لازم ما تطلع بالبريد، لازم تلبس تخين، لازم ما تشغل يعني ما يعني ما تتعرض يعني cold areas. بعد شنو هاي المرسوم عليها خط اللي هو فيه ما استخدم لا ستيرويد ولا سبلينكتومي، لان قلنا من اشيل عن السبلين هذا معناه يصير عندي اكسترا فاسكولار هيموليسيس، لان انا هنا ما يصير عندي اكسترا فاسكولار هيموليسيس، يصير عندي انترا فاسكولار داخل السيركوليشن، السبلين ما له علاقه، فاني ما راح استفاد اذا شلته. والستيرويد وضحنا ليش ما نستفاد من عندها. زين، هاي كل بالنسبه للاوتو اميون هيموليتيك انيميا الورم والكولد تايب. اكو عندكم سؤال عنها لو ننتقل للدراج انديوس؟ طبعا هي سهله كلش، من اسهل المواضيع هي الاوتو اميون هيموليتيك انيميا، اسهل من البقيه. زين، ننتقل للدراج انديوس.
الدراج انديوس اول شيء لازم نعرفه انه هو غير مو كلش متواجد زين، يحتاج السيرولوجيكال تيست تو كونفيرم ذا دايجنوزيس. هسه راح نجي نحكي عليه، بس اهم شيء تعرفون هو غير. ككلاسيفيكيشن شلون اقسمه؟ اقسمه دراج ديبندنت ودراج اندبندنت. يعني شنو دراج ديبندنت؟ يعني بس اذا كان يعتمد على الدراج، يعني بس اذا كان عندي دراج راح القى الانتي بوديز. زين شنو المثال عليه؟ البنسلين والسيفالوسبورين اثنيناتهم انتي بايوتكس. بس دراج ديبندنت يعني يعتمد وجود الانتي بوديز يعتمد على وجود الدراج. الدراج اندبندنت هذه الانتي بوديز ما تعتمد على وجود الدراج حتى تكون متواجده، مثلها منو؟ مثلها الفلودالوبين. والدراج اندبندنت مو كلش مهم، الدراج ديبندنت اهم، لان الدراج ديبندنت هذا مور كومن، اكثر كومن. يعني هسه دراج انديوس هيمولتيك انيما بيها دراج ديبندنت ودراج اندبندنت. دراج ديبندنت المثال عليها سيفالوسبورين وبنسلين، ودراج اندبندنت مثال عليها الفلودالوبين. اللابوراتوري فايندينج حالها حال الاوتو اميون هيموليتك انيميا تشبه كلها، لان هو تايب من تايبات الاميون فتشبهها. بس شنو هنا ايش راح يصير عندي اذا سويت ديسكونتينيو للدراج؟ ممكن يصير عندي ريميشن، يعني يختفي الديزيز من اوخر ديسكونتينيو للدراج، يعني يصير عندي ريميشن، يعني البيشنت يستقل. زين هذه بندفتري، يعني كاتبت لكم شنو هي الدراج اللي ممكن نسوي اللي هي مالتك انيميا. سيفالوسبورين، نايتروفيورنتوين، فلودالبين، ميثيل دوبا، كوينيدين، بنسلين، يعني هاي امثله حلو تحفظوها. بس احنا راح نشرحهم هم الثلاث طبعا هو بال طبعا بمحاضره الميديسن مذكور لكم بس هذا السلايد فقط، كل شيء ما مذكور بعد وياها، لا مانجمنت ولا هاي، يعني محاضره كلش كانت ديفيشنت. زين احنا حنحكي ثلاث تايبات، حنحكي البنسلين والمثيل دوبا والكوينين اللي هن اهم شيء، اهم ثلاثه. البنسلين اول شيء شنو؟ شلون دي يصير عندي اني هذا الهيموليسيز؟ البنسلين هو كدراج تلاحظون عند هذا البي بي او، فد مولكيول مشلبه بيه يصيحوا لها بي بي او. هذا طبعا مو مشلبه بالهاي، يعني اقصد داخله. هذا البي بي او هذا يشتغل كهابتين. يعني شنو كهابتين؟ يعني من يتصل فد انتيجين راح يسوي اميونوجين، يعني يسوي سسبتبل فور اميون رياكشن. مو كلش مهم تعرفون يعني شنو تعريفه وش يسوي وهاي، بس اهم شيء تعرفون انه عنده فد مولكيول يصيحوا لها بي بي بي، العفو بي بي او. هاي البي بي او راح تروح شنو لها قابليه انه تتصل بالار بي سي وتكون لي كوفالنت بوند، يعني تتصل بيها تلزق بالار بي سي. زين لما هي تشلبت بالار بي سي اني راح يجي هذا الاي جي جي الموجود بالجسم راح يريكوجنايز هاي الار بي سي كفورين بودي، لانه هو يعرف الار بي سي بشكلها هذا، ما يعرفها لما نتشلب بيها في الشيء الاخ غريب ما موجود بالجسم. فشو يسوي؟ راح يهاجمها. من يهاجمها؟ بما انه هو اي جي جي راح يجي يهاجمها، راح يسوي لي اوبسونايزيشن وانهانس فاجوسايتوسيس بالسبلين، فيصير عندي اكسترا فاسكولار هيموليسيس. يعني مو انترا فاسكولار، اكسترا فاسكولار. يعني اذا واحد سالكم البنسلين شو يسوي تقولوا له اكسترا فاسكولار هيموليسيس، وهاي هي الميكانيزم بشكل مبسط، انه عندي هذا البي بي او يتصل بالار بي سي فيجي الاي جي جي بعد ما راح يعرفها لانه غيرت مثل الشكل هي، فيسوي اوبسونايزيشن وتاكلها الماكروفيجز، فيصير عندي هيموليسيس بالسبلين طبعا. زين هاي نوت كلش مهمه. البنسلين هاز 3 باث واي، يعني احنا اخذنا العام بالموديول مال الاميونيتي انه البنسلين يسوي لي كوما تايبات من الهايبر سنسيتيفيتي رياكشن. اذا عندي هسه راح اعطيكم ثلاث حالات، اذا البيشنت ياخذ بنسلين وإميديتلي يعني خلال دقائق يصير عنده راش وهايبوتنشن، هذا صار عنده تايب 1 هايبر سنسيتيفيتي رياكشن عن طريق الاي جي اي. هذا العام اخذته تايب 1 يصير إميديتلي، يعني البنسلين ممكن يسوي لي تايب 1 هايبر سنسيتيفيتي رياكشن. زين اذا اخذ بنسلين وصار عنده هيموليسيس وجونديس، هذا تايب 2 اللي هذا حكيناه استونه الاكسترا فاسكولار هيموليسيس، اذا صار عنده هيموليسيس وجونديس هذا تايب 2. زين إذا أخذ البيشنت هاي يساوي يعني معناها if the patient takes penicillin and ورا أسبوع إلى ثلاث أسابيع develop fever و arthralgia، هذا دي يصير عنده serum sickness like reaction.
كنا نعرف السيروم سيكنس اخذناه هو تايب 3 هايبر سنسيتيفيتي ريأكشن، همينه يصير تقريبا ورا فتره اسبوع الى 3 اسابيع، ولكن الفرق عنه وعن هذا سيروم سيكنس لايك ريأكشن انه هذا تايب 3 هايبر سنسيتيفيتي ريأكشن، هذا نو نان ميكانيزم، يعني ما حد يعرف ليش دا يصير. هذاك يصير عندي بي اميون كومبلكس، هنا أنا ما عندي اميون كومبلكس، ما القى عند البيشنت اميون كومبلكس. فثري ديفرنت ستوري فور ذا بنسلين، ممكن يسوي لي تايب 1، ممكن يسوي لي تايب 2، ممكن يسوي لي سيروم سيكنس لايك ريأكشن، وبعد تعتمد على البيشنت، يعني ممكن البيشنت هو حسب كل بيشنت يصير عنده فد تايب معين. زين، ثاني ستوري اللي هي الستوري اوف المثيل دوبا، قلنا حناخد 3 دراجات، اول دراج البنسلين قلنا يسوي لي اكسترا فاسكولار هيموليسيز. زين، المثيل دوبا شو راح يسوي؟ اول شيء المثيل دوبا اللي هو دراج ينضرب البريجننت وومن، لانه البريجننت وومن ما يصير تاخذ باقي انواع الدراجات. زين، انتي هايبرتنسيف دراج هو. زين، المثيل دوبا شلون راح يسوي لي هذا الشيء؟ اول شيء المثيل دوبا راح يغير الار اتش انتيجين اون ار بي سي. كنا نعرف الار بي سي عندها فد ار اتش مولكيول اللي هي هاي مال العامل الريسي، ما ادري شو يصحوا له، يعني فد انتيجين موجود على الار بي سي. المثيل دوبا من راح يجي راح يغيره، يعني هسه تشوفوا مكان ما هو دائري راح يسويه مثلث. زين، من سواه مثلث الاي جي جي الموجود بالجسم ما راح يعرفه لانه تغير شكله بعد. اي كل ما اول ما يتغير شكل فشي الاي جي جي يقوم كل شيء ما يفتهم ويقوم ما يعرف وما يميز. من شافه مغير شكله عباله فد يعني فوريان بادي فيجي يهاجمه، وهمينه من يهاجمه اي جي جي يسوي لي اوبسونايزيشن وانهانس فاجوسايدوسيس بالسبلين، فيصير عندي اكسترا فاسكولار هيموليسيس. واكيد بما انه هو اميون هيموليتيك انيميا او اوتو اميون فهذا تايب 2 هايبر سنسيتيفيتي ريأكشن. يعني هسه البنسلين اكسترا فاسكولار والمثيل دوبا هم اكسترا فاسكولار، بس الميكانيزم شويه مختلفه، كل الاحوال عندي اي جي جي. ثالث كلاس اللي هو كوينيدين اللي هو انتي اريثميك دراج، هم حتاخذوه بالكارديو من تاخذون الفارما. هذا راح يشتغل كهابتين، يعني شنو حيشتغل كهابتين؟ هسه راح نشوف بالسلايد المقبل. يشتغل كهابتين، من يشتغل كهابتين راح تجي يجي الاي جي ام يتشلب بيه، الاي جي ام له القابليه انه يتشلب بالهابتين. بما انه هذا يشتغل كهابتين يعني له قابليه انه يسوي لي اميونوجين، راح يجي الاي جي ام بطريقه غير معروفه، ما حد يعرف ليش دا يجي يقعد عليه واي، بس المهم انه نعرف انه الاي جي ام راح يجي يتصل بهذا الهابتين. فمن اجاني اي جي ام اتصل بهذا الهابتين راح يسوي لي، بما انه هو اي جي ام يسوي لي اكتيفيشن للكومبلمنت، من سوالي اكتيفيشن للكومبلمنت اكيد راح يسوي لي الممبرين اتاك كومبلكس ويسوي لي انترا فاسكولار هيموليسيس. تلاحظون انترا فاسكولار هيموليسيس. وطبعا هذا بما انه احنا قلنا الكومبلمنت يحتاج للاكتيفيشن سطح، يحتاج في السيل، فش راح يحتاج؟ راح يحتاج الار بي سي، يحتاج في الخليه حتى يصير بيها اكتيف، يعني حتى الكومبلمنت يصير بيها اكتيفيشن يحتاج انه الاي جي ام يتصل بفتحة خليه معينه. فالاي جي ام اتصل بالهابتين اللي هو كوينيدين، راحوا اثنيناتهم اتصلوا بمن؟ اتصلوا بالار بي سي، فسوى لي اكتيفيشن للكومبلمنت وممبرين اتاك كومبلكس، وصار عندي هذا الانترا فاسكولار هيموليسيس. طبعا هذا كله ما مذكور بمحاضراتكم، بس انتم حتى تعرفون البنسلين يسوي اكسترا فاسكولار، المثيل دوبا اكسترا فاسكولار، الكوينيدين يسوي انترا فاسكولار. وهاي النقاط مال البنسلين اللي وضحناها، هاي مهمه يعني حلو واحد يعرفها، اذا انت انطيت لاخوك الصغير بنسلين وطلع عنده حساسيه راح تعرف تشوف اذا عنده راش او صار عنده هايبوتنشن وخراب، فهذا معناها تايب 1. طبعا المانجمنت مال كل تايب تختلف، انا تايب 1 ما اقدر امنجه نفس تايب 2 ولا اقدر اسوي له مانجمنت نفس السيرم سكنس، يعني كل المانجمنت تختلف تعتمد على الاعراض. زين، هسه دراج انديوس قلنا دراج ديبندنت ودراج نوت ديبندنت، وشرحنا 3 دراجات البنسلين والمثيل دوبا والكوينيدين. شلون اسوي له دايجنوسيس؟ دايجنوسيس احنا قلنا دائما نعتمد على الهيستوري وفيزيكال اكزامينيشن، وبعدين ندز انفستيجيشن. هنا اني راح اعتمد على الهيستوري، اكيد راح يقول لي انه هو ماخذ فلان علاج وصاير به هيجي، يعني راح اعرف بالهيستوري انه هو عنده دراج هيستوري. زين، كانفستيجيشن ايش راح القي؟ بما انه هو هيموليسيس قلنا هيموجلوبين قليل،
زين، الريتيكولوسايت راح تصعد، لذلك قالوا انه الام سي في ممكن يكون نورمال وممكن يكون زايد، لانه قلنا من الريتيكولوسايت تصعد على اعتبار حجم الار بي سي دا يكبر. بما انه هو هيموليسيس، يعني هاي دائما كل محاضره نعيدها، الال دي اتش عالي، الانكونجوليتد بيلروبين عالي، والهابتوجلوبين قليل. زين، شو اسوي له؟ اسوي له دايركت كوم تيست راح يطلع بوزيتيف، لان قلنا احنا دايركت كوم تيست نستخدم هنا او هنا. وباليورين ممكن القى هيموجلوبين وهيموسيدرين يوريا، هاي اذا كان التايب انترا فاسكولار هيموليسيز مثل حاله الكوينيدين ممكن القي هذا الفايندينج باليورين. بس اهم شيء نعتمد احنا عليه الساين والسيمتومز والهيستوري اوف دراج انتيك. زين، هسه انا سويت له دايجنوزز، شلون راح اسوي له تريتمنت؟ طبعا اقطع الدراج، اقول له بعد ما يصير تاخذه نهائيا. زين، ممكن انطي بريدنيزولون، ممكن بس مو دائما. اذا كان اكسترا فاسكولار هيموليسيس، لان هو يسوي لي انهبيشن للفاجوسايتوسز، فاذا كان اكسترا فاسكولار هيموليسيس ممكن استفاد من بريدنيزولون. واذا سيفير كيسز طبعا اوديه للمستشفى وانطيه بلاد ترانسفيوجن. بس اهم شيء اهم شيء انه ستوب ذا دراج بعد ما يصير تاخذه، اعذرني. هاي بالنسبه للدراج اندوس. هسه احنا حكينا الاميون هيموليتيك انيميا نقسمها الى اوتو اميون بشقيها الورم تايب والكولد تايب، وحكيناهن اثنيناتهم. ثاني شيء الدراج اندوس هم حكينا 3 ديفرنت ستوري، فنسلين وميثيل دوبا وكوينيدين، وحكينا شلون نسوي لها مانجمنت وكلينيكال فيتشرز. الثالث اللي هو الالو اميون، هذا الالو اميون حاليا ما راح نشرحها، راح نشرحها من ناخذ البلاد ترانسفيوجن، لانه مثل ما تشوفون الو اميون هيموليتيك ترانسفيوجن رياكشن يعني ريليت للبلاد ترانسفيوجن، او يصير هيموليتيك ديزيز اوف نيو بورن، هذول اللي هم ار اتش بوزيتيف لار اتش نيجاتيف ماذرز. فمن نعوفه بعدين من نشرح البلاد ترانسفيوجن نجي عليه، بس اهم شيء تعرفون اذا احد سالكم الالو اميون هيموليتيك يعني ايش تنقسم؟ تنقسم الو اميون هيموليتيك ترانسفيوجن رياكشن، وتنقسم الى هيموليتيك ديزيز اوف نيو بورن. زين، هذا ما حد شارحه بالحياه كلها، يعني انا طلعت من الرابع ما حد شارح لي اياه، لا موجود بالباث ولا موجود بالميديسن، فحطيت لكم اياه بس للاطلاع اذا تحبون تطلعون عليه او اذا تحبون تعرفون هو شنو. هو شنو الباروكسيزمال نكتشورنال هيموجلوبينوريا؟ هو عباره عن فد شيء اكوايرد، يعني مو جينيتيك، او مو جينيتيك العفو، يعني مو سينس بيرث، يعني ورا ما الطفل ينولد يلا يكتسبه. كرونيك هيموليتيك انيميا يعني مو اكيوت، كرونيك يعني تستمر. شنو اللي يصير عندي الديفكت؟ الديفكت اللي يصير عندي بالمايلويد ستيم سيل، وهسه راح نجي نشوف شنو بالسلايد المقبل. اول شيء واهم شيء لازم نعرفه انه الديفكت اللي يصير عندي بالبيجا جين. هذا البيجا جين من واحد يقول لك ميوتيشن، مو اكيد انه صار اثناء الما يعني اثناء ما الطفل ببطن امه، لا ممكن هو ورا ما انولد صار عنده هاي الميوتيشن اكوايرد. هذا وين صاير البيجا جين؟ صاير بالاكس كروموسوم. يعني اذا واحد سيالكم بيجا جين وين صاير؟ صاير بالاكس كروموسوم، والميوتيشن مالته الميوتيشن عباره عن اكوايرد، يعني ورا ما ينولد الطفل يلا يكتسبها. زين، شنو وظيفته هذا البيجا جين؟ اكيد وظيفه اي جين بالجسم لازم يسوي لي كودينج فور بروتين، والبروتين ممكن يكون انزيم. هذا راح يسوي لي كودينج فور انزيم. شو يصحوا له هذا الانزيم؟ يصحوا له جي بي اي. يعني هسه تمام انا عندي بيجا جين موجود بالاكس كروموسوم، يسوي لي كودينج فور انزيم. شو اسمه هذا الانزيم؟ اسمه بي جي اي. هذا الانزيم البي جي اي شو يسوي لي؟ البي جي اي مسؤول عن الكومبلمنت ريجوليتوري بروتين سي دي 55 وسي دي 59، يعني مثل شيء يؤدي الى شيء. بيجا جين يسوي لي شنو؟ كودينج فور جي بي اي. الجي بي اي شو يسوي لي؟ يسوي لي انزيم يصنع لي السي دي 55 والسي دي 59 اللي يصحوا لهم كومبلمنت ريجوليتوري بروتين. فهسه بعدين نرجع لهذا السلايد، بس لازم تحفظون الاشياء اللي راح اقول لكم اياها هسه. زين، اول شيء احنا لازم ناخذ فد شلون اقول لكم يعني فد نبذه بسيطه قبل لا ندخل للباثوفيزيولوجي. احنا نعرف انه الكومبلمنت عنده 3 باث واي، يا اما كلاسيكال باث واي، يا اما الترناتيف باث واي، يا اما اللكتين باث واي. اللي مهم عندي بالباروكسيزمال نكتشورنال هيموجلوبينوريا يعني يا باث واي راح ينضرب، راح ينضرب هو الالترناتيف باث واي.
وقلنا شنو الفرق بين الكلاسيكال والالترناتيف واللاكتين. هاي بس فوق للمعلومه، الفرق هو الفشي اللي دا يسوي لهم اكتيفيشن. يعني الكلاسيكال باث واي كان يسوي له اكتيفيشن فشي معين، الالترناتيف باث واي يسوي له اكتيفيشن فشي ثاني يختلف عن الشيء اللي يسوي اكتيفيشن ذاك الباث واي وهكذا. الالترناتيف باث واي اللي يسوي له اكتيفيشن هو البكتيريال اندوتوكسين، يعني بس فوق للمعلومه مالتكم هو هذا الشيء راح يسوي لي اكتيفيشن. زين شلون يصير عندي اكتيفيشن؟ هذا السيكونس مو مهم كلش انه تعرفوه، بس اهم شيء تعرفون انه سي 3 ينقسم، قلنا احنا اي كومبلمنت ينقسم اي يو بي. السي 3 بي هنا راح يتصل بفاكتور بي، سي 3 بي ويا الفاكتور بي يكونوا لي فشي يصيحوا له سي 3 كونفرتيز. هذا كله انتم ما مطالبين به، بس للاعاده حتى تفهمون الديزيز. زين من سي 3 بي وفاكتور بي جمعوا سووا لي سي 3 كونفرتيز. هذا السي 3 كونفرتيز يعني معناها شنو؟ يعني راح يقسم لي السي 3 الى سي 3 اي وسي 3 بي. زين السي 3 هذا اللي يعني الناتج مالته ايش راح يؤدي لي؟ يكون لي سي 5 كونفرتيز. يعني شنو سي 5 كونفرتيز؟ يعني السي 5 كونفرتيز جاي من السي 3 بي وجاي من السي 3 كونفرتيز. هذا سي 5 كونفرتيز يعني يقسم لي سي 5، همين اي كونفرتيز يعني يقسم لي الكومبلمنت الى اي وبي. الاي مو مهم، ما نريد نعرف ايش بي ما بي، بس البي هو المهم. السي 5 بي هو هذا اللي راح يسوي لي اكتيفيشن للممبرين اتاك كومبلكس اللي هو سي 6 وسي 7 وسي 8 الى سي 9. هو هذا اللي راح يكون لي الممبرين اتاك كومبلمنت كومبلكس، وبالتالي يسوي لي بور داخل السيل فيسوي لها رابتشر، تنفجر الخليه رابتشر. يعني هاي شويه دوختكم بي بس حتى تعرفون الديزيز، انه انا عندي فت الترناتيف باث واي بالكومبلمنت، منو يسوي له اكتيفيشن؟ البكتيريال اندوتوكسين. زين شلون يصير بي اكتيفيشن؟ السي 3 ينقسم سي 3 بي ينخبط ويا الفاكتور بي، شي يسوي لي؟ يسوي لي سي 3 كونفرتيز. سي 3 كونفرتيز يقسم لي سي 3 الى سي 3 اي وسي 3 بي. السي 3 بي ويا السي 3 كونفرتيز يسوي لي سي 5 كونفرتيز، وهذا هو راح يسوي لي اكتيفيشن للسي 5 حتى يكون لي الممبرين اتاك كومبلكس. كل اللي لازم تعرفوه انه بالباراكسيزمال نكتشورنال هيموجلوبينوريا الخلل بالالترناتيف باث واي. زين شنو الخلل؟ احنا مو قلنا عندنا خلل بالبيجا، هذا اللي هو اكس موجود على الاكس كروموسوم بالبيجا جين. هذا البيجا جين احنا قلنا شو يسوي؟ يسوي ينطيني فد انزيم يصيحوا له الجي بي اي. شوفوا هذا الرسم كلش واضح وكلش حلو. زين هذا الجي بي اي شو ينطيني؟ ينطيني سي دي 55 وسي دي 95. شنو فائدتهم هذول السي ديات؟ فائدتهم انه تسوي كومبلمنت ريجيوليتري بروتين، يعني تسوي لي انهبيشن للكومبلمنت، يعني هي اللي تقول للكومبلمنت كافي بعد لا يصير بيك اكتيفيشن. ها هي ف يعني شنو؟ تسوي لي بريفنت ذا فورميشن اوف سي 3 كونفرتيز، وهذا السي دي 59 بلوك ذا بايندينج اوف سي 9 يعني يمنع لي تكوين الماك. يعني بس اهم شيء هاي مو كلش لازم تعرفون تفاصيلها، اهم شيء تعرفون ان ذول الاثنين انهبيتري للكومبلمنت، يعني تسوي انهبيشن للكومبلمنت. زين هذا البيجا جين ليش قلنا احنا بالمايلويد ستيم سيل؟ لان هذا البيجا جين موجود موجود وين؟ بالار بي سي وبالنيوتروفيل وبالبليتلتس اللي هي جايه من المايلويد ستيم سيل، فقط في هذين الثلاثة خلايا. راح يسوي لي كودينج فور هذا الانزيم اللي هو يشتغل كانكورينج. انكورينج يعني يتشلب بيه فشي، تشوفون مثل التعلاقة. هذا الجين من سوالي كودينج فور هذا الانزيم، هذا الانزيم يتواجد فقط في هاي الخلايا الثلاثة، فيسوي لي انكورينج لهذا اللي هو كومبلمنت ريجوليتري بروتين. فهذني راح تسوي لي انهبيشن للكومبلمنت، تقول لي خلاص بعد لا تسوي لي اكتيفيشن، ما يعني ما يحتاج الجسم انه يصير بي اكتيفيشن. زين هذه كنورمالي. كابنورمال انه اذا هذا صار عندي ميوتيشن بالبيجا جين اكيد ما راح يتكون عندي جي بي اي، فاكيد ما راح يصير عندي كومبلمنت ريجيلاتري بروتين، فاكيد راح يصير عندي يعني اكتيفيشن للكومبلمنت مور ذان نورمال، لان ما عندي فشي يسوي لي انهبيشن اليه. ف
في ظل الار بي سي عليها اكتيفيشن، واحنا نعرف اذا صار اكتيفيشن للكومبلمنت يعني حيصير عندي انترافاسكولار هيموليسيس بريدومينانتلي. هي هاي كل الحكايه، يعني هو اول شيء اكوايرد، ثاني شيء انترافاسكولار. زين، ليش نسوي لها نكتورنال؟ لانه الهيموليسيس يصير اثناء السان لايت، حاعطيكم سان هنا، بس اثناء الليل كنا نعرف انه خلال الليل لانه ما عندي ووتر انتيك، يعني الانسان ما ياكل ما يشرب ما يدعفه، فالكونسنتريشن مال اليورين راح يزداد. اكيد من يزداد الكونسنتريشن مال اليورين معناها مدى يتخفف، معناها اقدر اشوف الهيموغلوبين بشكل اوضح، فيصير الهيموغلوبين يوريا يشوفها واضحه بالليل نوكتشورنال. زين، شنو الكومبليكيشن اللي ممكن يسوي لي؟ ممكن يسوي لي ايرون ديفيشنسي انيميا، ممكن يسوي لي تايب من انواع اللوكيميا اللي هو اكيوت مايلويد لوكيميا، يعني هاي جاست فور يور نوليدج. زين، بعد شنو الموست كومن كوز اوف ديث؟ ثرومبوسيس، يعني اكثر سبب ليش دا يصير ثرومبوسيس نوبادي نو، يعني ما حد يعرف ليش دا يصير ثرومبوسيس. سكند موست كومن كوز هو انفكشن، ليش دا يصير عندي انفكشن؟ لانه احنا قلنا دا يهاجم المايلويد ستيم سيل، فدا يحطم لي النيوتروفيل، من يحطم لي النيوتروفيل الجسم راح يكون مور سسبتبل تو انفكشن، يعني قلنا هي ديفنس سيل. هذا كل اللي لازم نعرفه. كلينيكالي شلون يجيني؟ بما انه هي تايب من الهيموليتيك انيميا فيجيني هيموليتيك انيميا، يجيني بانسايتوبينيا، هاي مهمه كلش، لان احنا قلنا يهاجم 3 تايب، يهاجم الار بي سي ويهاجم النيوتروفيل ويهاجم البليتلتس، فيجي كلها قليلات. اذا البليتلتس قليله يصير عندي بليدنج، اذا الانيميا يعني الار بي سي قليله يصير عندي فتيك، اذا النيوتروفيل قليله يصير عندي انفكشن. شنو الاخر شيء، اخر شيء بالمثلث؟ ثرومبوسيس، قلنا هو دائما يعني يسوي لي ثرومبوسيس فور ان ايتيولوجي. اذا بالهيباتيك يصيحوا له بود كياري سيندروم، هاي مو مهم تعرفوها، بس انه حسب يا مكان دي يسوي بي ثرومبوسيس، وانه هو هذا الموست كومن كوز اوف ديث الثرومبوسيس، يعني يجيني ترايد هيموليتيك انيميا وبانسايتوبينيا وثرومبوسيس. زين، شلون ادجنزي؟ طبعا ورا الهيستوري والفيزيكال اكزامينيشن اسوي له سي بي سي، هم راح القى الهيماتوكريت قليله والقى الريتيكولوسايتوسيس لانه هو حاله حال اي هيموليتيك انيميا. زين، بالسيرام بما انه دا يصير عندي انترافاسكولار هيموليسيس اكيد راح القى العفو باليورين هيموغلوبين. زين، لعد بالسيرام شلقي القى ال دي اتش عالي، الانكونجوجيتد بيليروبين عالي، الهابتوغلوبين قليل، هاي دائما القاها باي هيموليتيك انيميا. بس الشيء راح يميز لي شنو هو؟ هذا انه الكوم تيست نيجاتيف، هذا راح يميز لي عن الاميون، يعني الاميون هيموليتيك انيميا، هذا كلش يعني مهم انه راح القى شنو نيجاتيف. اللي يسوي لي كونفرماتوري شنو هو؟ هو هذا الهام تيست، مو مهم تعرفون شنو هو وش يسوي لان ما حد يشرحه، بس اهم شيء تعرفون انه هذا يسوي كونفرماتوري تيست، يعني اذا اريد اتاكد اسوي الاسيديفايد سيرام تيست اسمه له هام تيست. يعني اذا حد سالكم هام تيست وين يستخدم؟ يستخدم بالباراكسيزمال نوكتشورنال هيموغلوبين يوريا. اذا اريد بعد جولد ستاندرد، يعني شنو جولد ستاندرد؟ يعني اذا واحد قال لكم شنو اكثر تيست يعتبروه الجولد ستاندرد مال الباراكسيزمال نوكتشورنال هيموغلوبين يوريا، راح اقول الفلو سايتومتري للسي دي 55 وللسي دي 59، لان الفلو سايتومتري كان ديتكت، يقدر يسوي ديتكت الاي مولكيول اتاتش الى سيل معينه، فهذا الفلو سايتومتري هو الجولد ستاندرد، والهام تيست هو كونفرماتوري. هاي فور يور نوليدج. شلون اعالجه؟ انطي ايرون، انطي فوليت، انطي ار بي سي. بعد مكتوب فوق الكورتيكوستيرويد كونترا انديكيتد، قلنا احنا اي شيء ما يصير بيه فاغوسايتوسيس، والكورتيكوستيرويد هي تسوي انتي فاغوسايتوسيس، فاني مو منطقيا اذا هو دا يصير عندي انترافاسكولار هيموليسيس وانا اجي انطيه جلوكوكورتيكويد، يعني ماكروفاجس خطيه حبابه وقاعده بالسبلين وما لها علاقه، وانا اجي اقول لها روحي خلي يصير بيج انهبيشن، خلي يصير بيج سبريشن، يعني خطيه، يعني واحد هم ينقهر عليها. لا عاد شنطيها؟ انطي كلوكزوماب اللي هو هذا قلنا كومبلمنت انهبيتر، يسوي انهبيشن للكومبلمنت، وبالتالي من سوالي انهبيشن للكومبلمنت ما راح يتكون عندي ماب، لقوا ان العفو ماك
لقوا انه هذا يقلل الموتاليتي، بس من اني انطي اكلوبزوماب لازم انطي فاكسينيشن اجينست انه يصير مننجيتايتس. يعني هاي جست فور يور نوليدج، يعني واحد اذا دا ياخذ اكلوبزوماب انطي فاكسينيشن لان ممكن يتعرض الى ال يعني انفكشن. زين الديفينيتيف هذاك كله هيجي يعني مجرد كونزرفاتيف. الديفينيتيف شنو هو؟ الديفينيتيف هذي هو هيماتو بويتيك ستيم سيل ترانسبلانتيشن، وهاي مكلفة وانفيزيف وعملية ومن هالحكي وهاي، فبس هو هذا الديفينيتيف يعني تريتمنت. زين هاي هيجي اذا صار عند البيشنت بنفس الوقت ابلاستيك انيميا همينة شنو العلاج؟ فقط ما يفيدني شيء غير انه اسوي بون مارو ترانسبلانتيشن. هاي just for your knowledge، اهم شيء تعرفون هو المتوفر شنو، انه دي ينطوهم اكلوكزوماب حتى يسوي انهبيتر للكومبلمنت. زين هسه نرجع للكيسات الحلوه الجميله وما خلصنا، اذا احد عنده سؤال تقدرون تسالون قبل لا نحل الكيسات. طبعا المحاضره اليوم كانت حلوه، انا كلش احب هالميون هيموليتيك انيميا، احسها سهله وبسيطه يعني مقارنه بالبقيه. اكو سؤال شباب؟ تمام ماكو. اكو حد يحب يقرا الكيس؟ تعال جرب اني. يلا تفضل. اوكي. 71 سنة عند يعني هذا تضيق بالنفس ويشعر تاير دائما، يعني هاي علامات انيميا هارت مرمر نفسه، هذا الفانكشنال هارت مرمر، وعنده بايلاترال اكزيلاري ليمفادينوباثي نوت بينفول. ما اعرف الامانه يعني شنو اهميه هذا الشيء كلينيكلي، بس عنده هيباتوسبينوميجالي وعنده نيجاتيف سكول جاياك تيست الجوياك جاياك اللي هو مال اوكلت تيست. اذا شفنا اللاب نشوف انه الام سي في عالي، زين هذا الماكروسيتيك انيميا تقريبا، بس لما نشوف يعني ما نشوف انه هذا الشيء يتوالم ويا اللي اخذناه مال ديفيشنسي مال فوليت ومال هذا، ما يتوالم لانه الريتيكولوسايت عالي، الوايت بي سي عاليه. اوكي فيعني هذا النوع من الماكروسيتيك انيميا اللي اخذناه بالمحاضره اليوم اللي هو نوع من الهيمولوتيك انيميا. عافيه زين. يريد النكست ستيب اوف يعني بالمانجمنت، فانا اقول النكست ستيب يكون الكورتيكوستيرويدز لانه شكله هذا اكسترا فاسكولار هيموليسيس. زين ويعني بعدين اذا ما صار الكورتيكوستيرويد ما اشتغل ساعتها يلا نسوي سبلينكتومي او ناخذ هذا الاول واحد اللي هو امينو سبريسيف. اما الاي بي او اعتقد ما ننطي لانه هو اصلا الريتيكولوسايت عالي، البون ما رد يشتغل فما له علاقه. بالضبط بالضبط، عاش زيدك، كلش عاش زيدك، يعني حمزه كلش طالب شاطر ووضح الكيس بتفاصيلها. بس هاي البايلاترال اكزيلاري لمفادينوباثي كاتب نوت بينفول اون بالبيشن، اعطيكم هنتايه حلوه تفيدنا من ناخذ اللمفويد سيستم يعني بالمحاضرات الجايه. اي لامب احنا نشوفها بالجسم وتكون البيشنت ما يوجعه، هاي تدللي على انه هذا مالجنسي يعني فد يعني لا سمح الله كانسل، لان اذا كانت painful يعني اذا لمف نود بالجسم يعني هسه كانت painful هاي معناها انفلاماتوري، يعني الانسان من يحس بيها ويحس تاذي هاي يعني فد يعني فشي مطمئن فشي مريح انه painful يعني معناها هاي مو كانسل انفلاميشن. في حين اذا كانت painless مثل هاي حاله خطايا الرجال فهذا معناها انه عنده كانسل. بعدين ناخذ التايبات اوف كانسر ونوضحها، بس عاشت جديدة زميلكم حتى جواب صحيح. زين هذا الكيس الثانية اذا احد يحب يعني يشارك بيها. زين خلي احلها اني. اول شيء 56 year old يعني boy او male was shoveling snow in front of his house، يعني اكو فتلج متجمع بال in front of his house، طلع شنو؟ طلع دا يسوي له shoveling. زين when he suddenly developed cyanosis of the finger and the nose، يعني صار عنده اليد زرقاء وخشمه ازرق. suddenly اخذوه للemergency department، بالphysical examination شافوا عنده jaundice splenomegaly أكروسيانوسيس. قلنا إذا كان عندي أكروسيانوسيس وكان عنده جوندس وسبلينوميجالي هذه كلها تؤدي لي إلى cold type autoimmune hemolytic anemia. زين
review of his recall reveal history of mycoplasma infection as well as هذه اللي يعني الوالدن ستروم ماكوغلوبينيميا هاي في الديزيز معقد كلش وما ما حد يشرح لنا اياه بس اهم شيء نعرف انه هو الكلينيكال بيكتشر مالته انه عنده جوندس وعنده سبلينوميجالي وعنده اكروسيانوسيس وعنده بالهيستوري مالته فد شيء يدلل على انه هذا كولد تايب اوتو اميون هيموليتيك انيميا اللي هو مايكوبلازما انفكشن. زين البيست دايجنوستيك تيست هسه احنا قلنا هذا كولد تايب اوتو اميون هيموليتيك انيميا شنو البيست دايجنوستيك تيست؟ هو الدايركت لان هو هذا الاندايركت قلنا ما نستخدمه بس اذا كان بري ترانسفيوجن بري نيتال الدايركت هو اللي يستخدم بالاوتو اميون. زين النكست ستيب ان ذا مانجمنت كيب ذا بيشنت وورم. ليش ما استخدم بريدنيزولون؟ لان بريدنيزولون هو كورتيكوستيرويد والكورتيكوستيرويد هو يشتغل كانتي فاجوسايتوسيس بس هنا انا عندي التايب اوف هيموليسيس هو انترافاسكولار يعني خلل بالاي جي ام. الاي جي ام هو اللي يسوي اكتيفيشن للكومبلمنت يعني الفاجوسايت اصلا ما لها علاقه. وسبلينكتومي قلنا ما نسويه لان السبلين حباب وكل شيء ما دا يسوي الكومبلمنت هو الخبيث والشرير بهاي الحاله. فأسوي شنو؟ keep the patient warm أخليه يعني حتى درجة الحرارة تزداد تعبر الأربعة درجة سيليزية توصل للسبعة وثلاثين ومن وصلت للسبعة وثلاثين بعد ما رح يصير عندي ارتباط بين الـ IgM وبين الـ RBC. واضح شباب؟ واضح المحاضرة شباب؟ إذا عندكم سؤال هي تقريبا باقي لي بس هاي المحاضرة ومحاضرة ثانية ونخلص يعني محاضرة هسه حقول لكم وقتها إن شاء الله بالحلقات القادمة يعني خلال هاي الساعات ونحدد وقتها. باقينا إحنا بس ثلاث مواضيع G6PD وهيريديتري سبيروسايتوسيس وبقت عندها التروماتيك هيمونتيك أنيميا. أحد عنده سؤال شباب؟ إذا ما عندكم سؤال تقدرون تتفضلون وعاشتيكم وشكرا جزيلا.